بمناسبة العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم جزار وزير الإسكان النهاردة افتتاح أول مقر للشارع العقاري. الشارع العقاري في العاصمة؟ مقر؟ أيوة. ليه؟ عشان ما في تعاملات أكيد، يعني في ناس هتشتري شقق، عايزين يعملوا يعني توثيق عقود وغيره. وبالتالي وزير العدل النهاردة وزير الإسكان النهاردة افتتحوا المقر ده في العاصمة. مسألة بسيطة قوي، لأنه ما فيش حد اشترى وباع، ده لا، البيع والشراء ما بين حاجتين، هيئة المجتمعات والمواطن بس، ما فيش حد في النص، يعني ما فيش مواطن اشترى وباع، ما حدش يعني. وبالتالي هي إجراءات بسيطة جدا وسلسة جدا وسهلة جدا. وبالتالي اتعمل، شوفوا، مقر خاص بالشارع العقاري داخل الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة، ومجهز زي ما حضرتك شايفين، موظفين في، طبعا مرتبط بالبيانات الشاملة، وطبعا هناك دور سواء وزارة العدل أو وزارة الإسكان أو وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات لتجهيز هذا المقر، لأنه مقر ما فيهوش ورقة، ما فيهوش تعامل بورقي، كله، ما هي العاصمة كلها كده. ما تروحش العاصمة هتلاقي حد بيكتب ورق ونمضي مش عارف إيه ونكتب بورقة وقلم، لا، كله النهاردة كله مميكن، كله إلكتروني. ما احنا قلنا جمهورية جديدة مش معناها مباني، لا لا، معناها كل شيء مختلف عن اللي قبل كده. وبالتالي بتسهل على وتساعد الناس أيضا اللي هم بيتعاملوا مع في عملية توثيق أو عملية تسجيل الشقق بتاعتهم اللي هم بيشتروها، أو اللي بتعاملهم مع الشارع العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي معنية بوزارة الإسكان طبعا بهذا الأمر في العاصمة الإدارية الجديدة. نتابع هذا التقرير ثم فاصل، وبعد الفاصل حوارنا المهم للغاية، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لأول مرة يتحدث حوار مطول عما يجري في غزة، من صدام ما بين، بعد ذلك صدام الإسرائيلي الإيراني، ما يجري في المنطقة في الإقليم، قضايا العربية، القمة العربية، ثم روسيا، أوكرانيا، الصين، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية، كل ملفات المحلية والملفات العربية والإقليمية والدولية. حوار زي ما بقول لحضراتكم، حوار في التوقيت، وأنا بشكر معالي الأمين العام، بشكره جدا 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 إنه إدانا هذا التوقيت وهذا الوقت الطويل اليوم. نتابع. انطلاقا من توفير كل الخدمات والتيسيرات على المنتقلين إلى العاصمة الإدارية من المواطنين وأصحاب الشركات والمكاتب والعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام السيد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بافتتاح مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الR3. ده ثمر التعاون بين وزارة العدل، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما ننساهاش، لأن بيئة العمل التكنولوجية اللي موجودة في هذا المقر هي تطبيقات لوزارة الاتصالات. المقر زي ما أنتم شايفين يمثل العاصمة الإدارية الجديدة بما تهدف إليه من وما تجسده من واقع مختلف تماما عن أي واقع قديم كنا بنشوفه، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. الإجراءات في العاصمة الإدارية الجديدة بتبقى أيسر. أيسر ليه؟ زي ما كنت بنتحدث مع معالي وزير الإسكان من منذ وقت قليل، إن احنا هنا الملكية بكر. بكر بمعنى إيه؟ هي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات للمواطن مباشرة. مفيش سلسلة تعاقدات في النص عرفية بحيث كانت بتعرقل التسجيل زي ما كنا بنشوف زمان. هنا النقل الملكية أوتوماتيك من جهاز العاصمة إلى مصلحة الشهر العقاري. المواطن ما بيحتاجش يجيب ورق ولا يقدم أي شيء سوى بإثبات الشخصية بتاعه وعلاقته بالوحدة اللي بيتقدم عليها. طبعا العاصمة الإدارية
زي ما حضراتكم عارفين ده مكان جديد كان حلم من 6 سنين. يعني من 6 سنين اعتقد لو حد جه هنا وبص كده ما كانش يقول ان هيبقى فيه هذا المعمار هذا المعمار الجميل، وايضا يبقى فيه تعامل على وحدات عقارية ويبقى فيه نقل ملكية. فطبعا كان وعلشان نعد هذا لازم كان فيه تعاون كبير جدا مع هيئة المجتمعات العمرانية، لان هو اللي هيمدنا بالخرائط والاماكن والوحدات ومنين اللي متعامل عليها. كل دي امور مش سهلة. احنا دلوقتي بنتكلم بس ان احنا بننقل البيانات، لكن كيفية اعداد هذه البيانات حتى تنقل دي خدت مننا وقت وجهد كبير، سواء من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات أو من وزارة العدل، وأيضا وزارة الاتصالات اللي هي كانت بتعمل لنا التطبيقات اللي تسهل لنا عملية هذه النقل البيانات من الجهاز إلى مأموري الشهر العقاري. الرسالة اللي حابين نبعتها لكل الناس اللي بتفرج علينا وبتشوفنا وبتشوف التعاون الوثيق ما بين الوزارات المختلفة في تأدية خدمة مناسبة وخدمة تليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، ودي كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية ان النقلة الى العاصمة الإدارية الجديدة تبقى نقلة متكاملة في من حيث الشكل ومن حيث المضمون. كل الخدمات اللي بتقدم بالمواطنين بتقدم بمضمون مختلف وبشكل مختلف وبشكل يليق بمفهوم الجمهورية الجديدة من حيث أداء الوظيفة، تسهيل أداء المهام. زي ما قال معالي الوزير العدل، هذا الشهر العقاري متصل بقاعدة البيانات في جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، فالمواطن مش محتاج يجيب معاه وهو جاي من هنا من جهاز المدينة ورقة مش عارف إيه أو صورة إيه أو رفع مساحي إيه. كل البيانات سينكرونايزد او متناسقة ما بين جهاز المدينة والسجل المدني باتصالات جيدة جدا ببرمجيات مناسبة بتسهل العمل وبتسهل اداء زملائنا في وزارة العدل مهمهم، بحيث ان المواطن يحصل على الخدمة بتاعته في اقرب وقت. وان شاء الله يكون هو ده النموذج اللي بعد كده بيتطبق في كل المجتمعات العمرانية سواء الجديدة او القديمة اللي احنا جاري تطويرها مع برضو زملائنا في وزارة العدل. بيعتبر هذا المقر من المقرات النموذجية والمقرات الذكية اللي بتربط بيانات المواطنين في الشهر العقاري مع بيانات جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة يعني المقر دوت فعلا يمكن تم إطلاقه في فترة صغيرة جدا، تطفرت كافة الجهود على أساس أن احنا نقدر نظهر هذا المقر بالشكل اللائق اللي بيقدم الخدمة للمواطنين من خلال الشباك الواحد في الحي السكني الثالث وعلى مستوى العاصمة الإدارية بالكامل. الحقيقة احنا يعني بافتتاح هذا المقر وبتواجد كافة الخدمات لشهر الوحدات السكنية وتسجيلها وقطع الأراضي والمقرات الإدارية، الحقيقة احنا كده بنسهل على المواطنين الخدمات وبنديهم كده يعني بنديهم نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة، ان احنا فعلا بنسهل على المواطن من خلال شباك الواحد في اقل وقت وبجودة تامة تنفيذ الخدمات للمواطن وبدون اي ورقيات. المكتب يعد اول مكتب شهري عقاري وتوثيق داخل العاصمة، يسهم في تسجيل اجراءات التسجيل والتوثيق، حيث انه مميكن ومتصل بالشبكة القومية لبيانات المواطنين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.